السلام عليكم خوتي وحبابي وناس اليوتيوب، ان شاء الله تكونوا ملاح في فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم ان شاء الله هو راح يكون عبارة عن تساؤلات تاعكم. قلت لكم في الانستغرام والفيسبوك سخصوني اي سؤال يخص الدومين تاعي واني راح نجاوب عليه في فيديو. قدامنا راح نبداو الفيديو اخوتي ان شاء الله، ما تنساوش ديروا لنا سبسكرايب على لاشين وليتس جو في الفيديو. السلام خوتي، عدنا اليكم ونبداو لكم بالسؤال الاول. والسؤال الاول يقول: حاب نبدا اليوتيوب، واش تنصحني؟ زائد ربي يبارك عليك ولد حمدي، ربي يحفظك خويا ان شاء الله. وبالنسبه حاب تبدا اليوتيوب ولا حاب تبدا باي حاجه، سموك تبدا، هي اول خطوه باش تنجز العمل تاعك. والحاجه الزوجه والثالثه هي سهله، انك تحل قناه وبعدها عندك موهبه، عندك شغف في حاجه، وري للناس واش قادر تعمل واش قادر تمد لهم، وربي يوفقك ان شاء الله. هذا واش نقدر ننصح خويا. صح. سؤال اخر يقول: حبيت نسقسيك، رحله المغرب شحال تسقام دراهم؟ يعني كل شيء شحال دراهم حاب نروح ليه؟ يا اخي واش راح نقول لك، الكونسومونسيون تاع الانسان تتغير من شخص الى اخر. وبالنسبه للمغرب نبسطها لك شويه، المغرب هي دوبل شويه تاع الجزائر، قصدي المعيشه اللي هنا اضربها في زوج، وحاجه مفروغ منها. انا بلايص سياحيه دائما غاليه خويا. بالنسبه للدراهم، ابتداء تبدا من 9 ملايين وما فوق. ما هو هدفك او طموحك في المجال اللي راك فيه؟ الهدف تاعي والطموح تاعي يعني حاب نزور العالم وحاب نشارككم اللحظات ورحلاتي معكم. هذا واش راني الهدف تاعي والطموح تاعي. كاسيمو واحده اخرى تقول: بونجور، الور جو فولي سافوار افيك كالك ابليكاسيون دي مونتاج فيديو، ميرسي بون كوراج. الابليكاسيون اللي نخدم بها لي فيديو هي ادوبي بريمير برو. هذه هي. هل سفرك متعة شخصية أم لتقديم خدمة بأقل تكلفة؟ بالنسبة للسفر، السفر دائما يجلب لك المتعة، وبالنسبة لخدمة أقل تكلفة بالنسبة لي أنا كفر أنا نشوف فيها أن الإنسان لازم يعود كثير رحلات وكثير تجارب أنه يقدر يقدم هذه الخدمة اللي راك تحكي عليها. من الأسهل، محو الماضي أم التفكير في المستقبل؟ هي الصراحة السؤال هذا ما خاطيني، مسامح ليش نجاوب عليه. كان واحد المثل يقول لك: نحن نحب الماضي لأنه من ذا، فلو عاد لكرهنا، أما المستقبل فهو إنعكاس لما نفعله الآن. إن شاء الله نكون جاوبت على السؤال تاعك. وين تعلمت التصوير والمونتاج؟ التصوير تعلمته وحدي، وبالنسبة للمونتاج تعلمته عن طريق اليوتيوب. ما هو الأهم، المصور أم الكاميرا؟ بالنسبة لي يا أخويا المصور هو الأهم. وانت تجي التلفزيون ودير لنا فلوق في الشباب كعوادك، ربي يحفظك إن شاء الله على الدعوة، وإن شاء الله نجول التلفزيون وإن شاء الله نزور 48 ولاية وندير لهم كاع فيديو إن شاء الله. هذا وش راه في بالي وش راني حاب ننجزه. صح. سؤال آخر: ما هو أكبر إنجاز عملته؟ أكبر إنجاز عملته أنا في تحقيق ذلك. هذا واش نقدر نقول؟ علاش ما ديرش فيديو كل اسبوع؟ سؤال صعب. علاش ما ديرش فيديو كل اسبوع؟ المشكله تاعي هي العمل وزائد الوقت، ما عنديش الوقت. صافي، ما تقدرش تدمج بين الوقت والعمل وانك تصنع فيديوهات وتصور وتمونطي وتبارطاجي معكم. هذه شويه صعيبه، هذه تليق لها شويه انسان يعود لها. ان شاء الله واحد يتليبرها ويحقق هذه الوتيره انه يقدر يدير
فيديو كل أسبوع. ما هي الأكلة المفضلة لديك مع العلم أنك تحب كل الأكل؟ يا أخوي وش عم أقول لك؟ جاوبت روحك أنا، سؤال جاوبت روحك فيه، هذا وش عم أقول لك؟ كيفية البدء في تعليم المونتاج؟ وما هي أفضل كاميرا من ناحية السعر والجودة؟ كيفية البدء في تعليم المونتاج؟ قلت لكم نعاودكم، أنا تعلمت عن طريق اليوتيوب، يوتيوب فيه كلش، أي حاجة في أي تخصص في أي مجال تحوس عليه، اليوتيوب يقدر يفيدك ويقدر يعلمك ويقدر يديفلوبيك ويقدر يوريلك بزاف عفايس. كيفاش بديت التصوير؟ وشنو هي الرسالة تاعك اللي راك حاب توصل؟ التصوير بديته بحاجة نشتيها، حاجة عندي شغف فيها. وبالنسبة للرسالة اللي راني حاب نوصلها، أنا عندي بزاف رسائل، من بينها أني حاب نبين جمال الجزائر المخفي، هذا هو، هذه هي الرسالة تاعي. واش من كاميرا تدير بها لي فوتو؟ وشحال الكاليتي تاعها؟ الكاميرا اللي ندير بها لي فوتو اللي هي هاي، وين اللي راهي الكاميرا فيا، هي أسد آر مارك 3، الكاليتي تاعها هي 42 ميجا بيكسل. جيت لمصر قبل كده ما جيتش يا خويا، وإن شاء الله نزور مصر وحنوليها إن شاء الله. ما هو سر نجاحك؟ واش هو اسمك الحقيقي؟ الاسم زائد اللقب. الاسم واللقب تاعي هو يعيش عماد. سر النجاح بالنسبه لي انا، سر النجاح يتغير من شخص الى اخر. بالنسبه لي انا كفرني نشوف سر النجاح هو انه يتحقق ثلاث فايز، واللي هو العمل، الاجتهاد والصبر. اكيد بهذو ثلاثه راح يتحقق وتوصل لواش راك تخدم عليه دائما. انا أعز شيء بعد الوالدين، أعز شيء بعد الوالدين عندي الأصدقاء، الناس المقربين إليه. أفضل هاتف تحت 4 ملايين للتصوير الفوتوغرافي، أفضل هاتف للتصوير الفوتوغرافي تحت 4 ملايين أنا نظن ريدمي نوت ويت، حاجة الله يبارك قوة. عندي واحد صاحبي راح للصحراء تصور به نجوم في الليل وصور به في الليل، حاجة قوة الله يبارك. أكتشوف في هذو لي فوتو، هذو تصوروا بريدمي نوت ويت فقط. نصح خويا انك تنفيستي في هذا التليفون. باغيه نبدا دومان لي فيديو والمونتاج، ما عرفتش كيفاش نبدا، نقولها لكم ونعاودها. حابه تبدا سموك تبدا، هذه الحاجه الاولى. والحاجه الزوجة انا شخصيا قلتها لكم، قلت لكم تعلمت عن طريق اليوتيوب، اليوتيوب فيه كلش يا جماعه، ما كلاه تسقسوا الناس وتبداو يبداو يتكسفوا عليكم وكذا منا من هيك، لا لا، في اليوتيوب فيه كلش، يوري لك اي طريقه تحوس عليها، حاجه شفتيها عجبتك وحابه ديريها يوريها لك اليوتيوب اكيد. هذه من ويكتا وانت في الفوتوغرافي، واش راك حاب دير لنا في المستقبل يعني في القناه تاعك وفي الحوايج الفوتوغرافي؟ ثانك يو، ربي يحفظك خويا ان شاء الله. وبالنسبه لواش راني حاب ندير في المستقبل في القناه تاعي، هي اني حاب ندير سلسله تاع فيديوهات ملاح، هي متهالي كاع، هي متهالي حاب ان القناه تاعنا اللي يدخل الواحد يستمتع، هذا واش راني نحوس. ما هي الزاويه اللي لازم نلتقط منها الصوره؟ الزاويه اللي لازم تلتقط منها الصوره، بون بالنسبه للقواعد الفوتوغرافي كاين قواعد بزاف والزوايا بزاف. من بين القواعد اللي راح تساعدك في التقاط احسن زاويه لالتقاط الصوره، هي يقول لك قسم ذهنك انك دير زوج خطوط افقيه يعني مع عمودي يعني، وفي التقاطع هذه الخطوط يقول لك راح ينتج لك 4 مربعات، في هذوك الاربع مربعات التقاطع تاع الاعمده السونتر تاعهم، هذه هي الزاويه اللي لازم نلتقط منهم الصوره. من اي بلد داميز؟ من اي بلد؟ من الجزائر، وبالضبط مدينه الجلفه. واش رايك لو كان تتكلم على الجو برو؟ سؤال جيد اخويا. الجو برو انا من وقت اللي بديت الفيديو كانت هي اول كاميرا لي، صراحه ننصح بها المبتدئين اللي حابين يبداو الفيديو ينفيستو في هذه الكاميرا، باسكو حاجه الله يبارك قوه. انايا هذه الكاميرا قدرت نخدم بها واحد الفيديو في هونغ كونغ، هاوليكم هنا شوفوا فوق، هذا يا الفيديو خدمته غير جو برو ستابيليزاتور فيو جي 5. كانت القناة كبيرة، وعلاش نحيتها وعاودت من جديد؟ القناة صح كانت كبيرة، كانت لواحد صديق تاعي عطاها لي، كانت فيها 240,000 مشترك وكانت فيريفي. هي مع الوقت ما لقيتش التفاعل تاعها، هي لأن اليوتيوب ما يدعمش انك تمحي محتوى وتجيب محتوى واحد اخر، انك مش بالسهل انك تحشيها لليوتيوب. حليت قناة جديدة، حبيت نبدا من الزيرو ونجي طالع، حبيت نبني الجيش تاعي وحدي انايا، صافي نحس بالتعب ونحس
بان هذيك القناه طلعت على يدي انا. نحب التصوير وراسي وراس تليفون، مي انت قوه وراك في الاحتراف، الفيديوهات ديالك ينحول على خاطري وبالتوفيق، ربي يعطيك الشرف. والله انا كي نشوف ميساجات كيما هذا وقناه فرح ومتموتيفه اوتوماتيكم، والله لا حاجه تفرح، ربي يحفظكم ان شاء الله. صح. سؤال اخر، حبيت نسقسي على كيفاش تدمج ايقاع الموسيقى مع انتقالات الفيديو، يعني كما انت عندك فيديو فيه موسيقى عاديه ومن بعد تدخل للبحر تدخلك الموسيقى، ان شاء الله تكون فهمتني. شرح اخويا فهمتك، هي في الحقيقه فهمتك بصح كيفاش فهمها لك براتيك، معليش انا نحاول نبسط لك الامور. بون بما اني نستعمل بروغرام ادوبي بريمير برو، بون كاين واحد الاي في اسمه لو باز، نعطيك اكزومبل، نديرو موسيقى نشدو هذاك ليفكت نديرو في الموسيقى، ومن بعدك عدي نحدد المومو، قصدي نحدد المومو اللي فيها الاختلاف، قصدي نشد هذيك المومو، حاب نطلع لازم واش هي الكاميرا اللي ندير بها لي فلوغ. الكاميرا اللي ندير بها لي فلوغ هي سوني A7300، حاجه الله يبارك قوه. انا هذه الكاميرا مش راح نفرط فيها، بالنسبه للفلوغ مساعدتني خفيفه، المزايا تاعها بزاف فيها كلش مليح. انا بالنسبه لي هذه احسن كاميرا، انا بالنسبه لي هذه احسن كاميرا نشوف فيها، وفيها ديفو برك واحد، الباتري هذا واش كاين فيها، الباتري ضعيف بزاف. المهم اخواتي بالنسبه للاسئله خلاصت، وبالنسبه للاجوبه اللي قدمتها لكم ان شاء الله تكون اجوبه مقنعه، وربي يحفظكم ان شاء الله. كاين غير شي واحد اخر بعثوا لي ميساجات تاع شكر وموتيفاسيون، والله الا ربي يحفظكم ان شاء الله. النهار اللي تشوف فيس كيما هكذا حاجه تفرح وتموتيفي، النهار اللي تفشل انك تتفكر قاه هذا الفيس صغار انه قاشي كان يدعم فيك ويموتيفي فيك، امبوسيبل باش تحبس، امبوسيبل باش ترجع للور، هذا الفيس قاعدين يخلوك تزيد قدام. المهم اخوتي ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، ما تنساوش اخوتي سبسكرايب على لاشين وديروا لنا لايك على الفيديو فور ميني فيديو، وبالنسبه للكومنت اذا عندكم اي سؤال ولا اختراع اخر خلوه هنا تحت في التعليقات. بيس.